يعتبر التعرق ظاهرة طبيعية وضرورية لتنظيم حرارة جسم الإنسان، حيث يتم إفراز العرق عن طريق النظام العصبي النامي، إلا أن بعض الأشخاص قد تكون لديهم زيادة مفرطة للتعرق، الأمر الذي يعتبر من أهم المشاكل الجسدية التي تصاحب حلول فصل الصيف، وهي مشكلة محرجة لأبعد الحدود، ويمكن لفرط التعرق أن يؤثر على الناس الذين يعانون من هذه الحالة اجتماعيا ووظيفيا في حياتهم اليومية. فكيف يمكن لهؤلاء الأشخاص تجنب ذلك؟ وهل من حلول جذرية لمشكلة التعرق المفرط؟ إذن أكيد عندكم تساؤلات كثيرة، فرح تجيبها إن شاء الله الدكتورة منال المنصوري، اختصاصية الليزر في مركز الليزر الطبي في دبي. صباح الخير ويا مرحبا فيك. صباح الخيرات وأهلا وسهلا فيكم، منورتنا في الاستديو. طبعا موضوع لبعض الأشخاص أكيد جدا مهم، فإن شاء الله نستفسر منك عن أنواع ودرجات التعرق. التعرق طبعا كان سابقا يعتبر من الكماليات، ولكن في عصرنا الحديث اللي هو في سباق مع الجمال والكماليات وغيره أصبح ضرورة، بالذات عند الفئة اللي يعتبر التعرق عندهم شديد جدا. مثل ما سألتي في البداية، التعرق يعتبر درجات، من الدرجة الأولى حتى الدرجة الرابعة. الأولى اللي هي أخف شيء، أو الناس اللي يسمون نفسهم إحنا تماما ما نعرق. أما الدرجة الرابعة اللي هو الدرجة المرضية تعتبر، وبالذات طبعا في منطقتنا الحارة أتوقع معظم الناس من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة. العلم طبعا لا زال في سباق مع علاج هاي المشكلة. سابقا جميع العلاجات مؤقتة، أما حاليا صار في علاج نهائي. إذا تكلمنا عن العلاجات السابقة، ما أدري إذا بنعرض الفيديو إن شاء الله بيشوفنا كانت تعتمد بشكل رئيسي على عملية الحقن بالبوتوكس. البوتوكس طبعا عبارة عن مجموعة كبيرة من الإبر ومادة مؤقتة مفعولها مؤقت، ما يعني عدي 6 أشهر. طبعا عملية مؤلمة. الأهم نقطة في مسألة البوتوكس أنها تزيل التعرق، ولكنها لا تزيل الرائحة المزعجة. أما العلاج الحديث اللي يعتمد على العلاج الحراري، فهو يزيل المشكلتين، العرق والرائحة الناتجة عنه. حلو. طيب في علاجات غير طبية؟ بالتأكيد العلاجات الغير طبية اللي هو الديودرانت أو مزيل التعرق، أنواع وأشكال موجود منها، اللي على شكل سبراي، على شكل الرول، على شكل العجينة، ومعظم هاي الأنواع لها مضارها وإلها سلبياتها، وبالذات اللي تحتوي على أملاح الألمنيوم واللي ثبت ارتباطها بمشاكل السرطان والسموم اللي في الجسم. فتخيل يعني على مدى السنوات الإنسان يستخدم هاي الأشياء، فتحصل تراكمات كبيرة يعني لهاي المشكلة. طيب هل صحيح ان البوتوكس، بما انك ذكرتي البوتوكس وشفنا بعد لقطات مع المشاهدين عنه، مثل ما قلتي انه هو العلاج القديم، طريقه العلاج القديم، ولا زال يستخدم حاليا عند الناس اللي مو مواكبين للتطور؟ نعم. حلو. طيب هل صحيح يقولون ان البوتوكس يعني يسكر المسامات في الابط طبعا، فراح يسكر عملية الغدد الدرقية؟ لا تماما، ما له أي علاقة بأنه يسكر الغدد أو يسبب لها انسداد. البوتوكس عبارة عن مادة مخدرة للأعصاب. يعني عندك الغدة العرقية مرتبطة بعصب، لما نعطيها بوتوكس العصب ينام، فما يعود يفرز العرق، يعني يدخل في حالة خمول. يعني ما في أي تراكم للسموم وخوف منها؟ تماما لا، لكن مثل ما ذكرت قبل شوي ما يزيل، لأن هنالك نوعين من الغدد في منطقة الإبط، الغدد العرقية والغدد المسؤولة عن الإفرازات اللي تسبب الرائحة المزعجة. فعندك البوتوكس يؤثر على الغدد العرقية اللي تفرز الماء أو العرق، ولكنه تماما لا يؤثر على هاي الغدد اللي تفرز الرائحة المزعجة. جميل. طيب في ناس مثلا تعرق عندهم أماكن أخرى، مثلا كف الإيد أو الجبهة أو غيره، فتنصحينهم في البوتوكس بما أنه ما في يعني ريحة في هالمناطق؟ بالتأكيد البوتوكس ممكن استخدامه في هاي المناطق، لكن كثير من الأطباء عندهم تحفظات. لماذا؟ لأن البوتوكس بالأساس يأثر على الأعصاب اللي تغذي العضلات، فأنت طبعا إيدك مليانة عضلات والجبهة نفس الشيء، يعني نكون حذرين من هاي الناحية. ومثل ما ذكرت سابقا يعني عملية مؤلمة ومؤقتة، فأغلبية الناس ما يعني ما يفضلونها. وبما أن العلم دائما يتطور في علاجات حرارية وليزر وغيرها، فالواحد يفضل هاي العلاجات اللي هي نهائية
استثنائية يعني يستثمر في العلاجات الطويلة الأمد أكثر من العلاجات المؤقتة. حلو. طيب شو هي علاج يعني أفضل علاج للجبهة والتعرق من أماكن أخرى غير الأبط يعني؟ حاليا أحدث تقنية لعلاج التعرق اللي هي تعتبر علاج نهائي، هذه تطبق فقط في منطقة الأبط. ولكن التقنيين العاملين على هاي العلاج يطورون رؤوس خاصة بعلاج التعرق في اليد، لكن الجبهة يمكن شوي على قدام. تعمل هاي التقنية من خلال جلسة واحدة، عند بعض الناس ممكن خلال جلستين. جلسة واحدة يستخدم التخدير الموضعي ويوضع مثل راس الكب اللي هو راس الليزر على منطقة الأبط في كل جهة نصف ساعة، وخلاص يطلع المريض وهو تقريبا نتيجته بين 80 إلى 90% يعني جفاف تام، وتنتهي هاي المشكلة عنده ويعيش حياته بكل ثقة. حلو. طيب كيف الشخص يعرف إذا كان تعرق طبيعي أو زايد عن حده؟ ليس هنالك فحوصات معينة، ولكن من خلال القعدة والمقابلة مع المريض يعني بين المريض والطبيب ممكن الطبيب يحدد مدى درجة التعرق عنده، أنه يسأله كم مرة تعرق في اليوم، كم أزمة تعرق عندك في الأسبوع، هل تحس أن هذا الشيء مضايقنك كثير، هل هذا الشيء يسبب لك إحراج، هل في يوم من الأيام أو كم مرة في الأسبوع تحس بإحراج من هاي المشكلة. في هاي الحالة احنا نحدد مدى يعني درجة المشكلة عنده وننصحه بالعلاج. أكيد. يعني البعض يتخوف من مزيلات التعرق، طبعا أي نوع يأخذ أو كيف، اللي خوفهم طبعا على يعني المدى البعيد أنه يسبب لهم مثلا انسداد أو يعني أي آثار جانبية. هذه هي النقطة المهمة. لما سألت عن البوتوكس أو أي علاجات طبية، كل العلاجات الطبية لا تسد المسام العرقية. الديودرانس ومزيلات العرق هي اللي تسد الغدد العرقية وتحبس العرق داخل الجسم، هي اللي تسبب تراكم السموم في الجسم مثل ما ذكرنا ارتباطها بكثير من الأمراض والسرطانات. وإذا قارنا من ناحية الصرف على العلاج الطبي أو على هاي الديودرانت على مدى 20 سنة، صحيح. يعني ممكن الأبسط عامل يشتري ديودرانت بعشرين درهم في الشهر على مدى 20 سنة بيكون صرف 10,000 درهم. صحيح. والأشخاص اللي مثلك يعني البنات اللي نحب نشتري الشغلات اللي براندد أو أورجانيك أو غيره، يصل الصرف على الديودرانت خلال 20 سنة اللي هو ربع عمرنا إلى 50,000 درهم. هاي يعني أرقام الواحد ما يحطها في الحسبان، ولكن عندما نقارن هذا الشيء بقيمة علاج طبي يخلصك من المشكلة تماما فهذا هو الاستثمار الصحيح والأفضل. أكيد. شكرا لك دكتورة منال المنصوري اختصاصية الليزر في مركز الليزر الطبي. شكرا. أهلا وسهلا.